في جزء في المهارات ما جبناش سيرته، اسمه التواصل، سوري، الرسالة اللي بين المرسل والمستقبل. أنا هقول فيها حاجة واحدة بس. تفضل. الرسالة دي ممكن تبتدي بكلمة أنا، زي أنا متضايق، وممكن تبتدي بكلمة أنت ضايقتني. فأنا متضايق دي بنسميها I message، وأنت ضايقتني you message. أنا متضايق، أنا من حقي أقول اللي جوايا، هنفجر لو ما قلتش. أنت ضايقتني، أنت بتحط اللوم على الطرف الآخر. فإحنا بننصح بس الناس اللي هتقول الرسالة استخدم الآي مسج، استخدم رسالة تبدأ بكلمة اشرح اللي جواك، لكن لا تشير بأصبع الإيد. أنا فاكر أول ما تعلمت الحكاية دي من سنين طويلة، قلت يس عندي السر، هقول رسالة تبدأ بكلمة أنا. فأول خناقة بعد كده مع أليس، فقلت لها أنا متضايق إن أنت عملتي عملتي عملتي. انتي اكتشفت ان انا مش فاهم الاي مسج، ان اي هاف ذا رايت، عندي حق اقول كل اللي جوايا، لكن مش لازم من غير الادانه والا الطرف الثاني هو انا اللي عملت انت. فهي انا اقول انتي وهي تقول انت، انا اقول انت، ردها هو انت. لكن انا احس بيه بقى وتولع بقى الخناقه. يعني الاي مسج بتخليني احس باللي قدامي، انت بتخلينا تحط في الدفاع بقى، ديفنس، فده ما يجيبش حوار. الموضوع محتاج تدريب طويل حقيقة. عشان كده السؤال كان عن ايه المهارات. دي مهارة يعني صح، فعلا نتمرن عليه. ومثل ما قلت، الواحد بيستثمر كتير في حياته، في دراسات كثير، في امور حياته، لكن برضو الزواج دراسة وتعلم وتقدم مع الزمن. صحيح يعني. صحيح، بس يستاهل التعب. موجود موضوع يستاهل المجهود. أول ما تلاقي فقدت الرجاء ارجع لرب الرجاء، إله الرجاء.